الشتاء ربيع المؤمن، يفرح بدخوله الصالحون ليغتنموا الأجر والثواب. ولأن شتاء طويل الليل قصير النهار، فقد كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: مرحبا بالشتاء، تنزل فيه البركة، ويطول فيه الليل للقيام، ويقصر فيه النهار للصيام. وسمي بالغنيمة الباردة لأن أجر الصوم فيه يحصل من غير مشقة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء. وعند اشتداد الزمهرير يكون فيه عظة وعبرة للمؤمنين، فقد ثبت في الصحيح أن الله عز وجل أذن لجهنم بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما نجد من الحر وأشد ما نجد من الزمهرير. وكثير من الناس يتضجر من نزول الأمطار، ولا ينبغي للمؤمن ذلك، لأن الله عز وجل وصف ماءه بالبركة فقال: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. ويستحب الدعاء عند نزول الأمطار، ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه عند المطر قائلا: اللهم صيبا نافعا.